هداك الموضوع تسكر. كمال بيك معه حق، لأنه فتح المواضيع القديمة ما رح يفيد حدا بأي شيء. برافو عليكي بنتي، ريحتي لي قلبي. أنت خليكي هيك وأنا مستعدة أعطيكي روحي يا عمري. لنشوف ما سالي الحلوة شو عم تعمل. كأنك بتحبي هي القصة كتير. منقراها سوا لك. ما سال، عطيني خليني اقراها. بجوز نكون غلطانين، الجروح القديمة ما بتتسكر أبداً، بتضل عم تنزف وما مننساها. شو يلي قاعدة عم تحكي مع حالك مثل المجنين؟ يعني أنا ولا شي، انسي. قليلي لشوفوا ليه، انت شو مفكرة حالك عم تعملي؟ يا ترى بتعرفي شو اللي انا رح ساوي فيكي؟ ما فهمت. لكن ما فهمتي مو هيك؟ يعني انا بعرف ومتأكدة تماما انك وحدة غبية، بس لما تكون القصة لمصلحتك فجأة تتحولي لحية وبتفهمي كل شي عم يصير حواليكي. انت هيك عم تغلطي فيني. ايه بغلط، وحتى بعمل يلي بدي اياه بهذا البيت. ما بقي علي غير وحدة مثلك تيجي تعلمني شلون بدي أحكي بقلب بيتي. أمي. ابني؟ شو عم تساوي؟ هي ضربتك كف مبارح، ما بسمح لحدا بالدنيا يضرب ابني لو مين ما كان. خلصنا بقى. ابني، هالشي كان لمصلحتك. أمي، ما في عذر يبرر لك الشي اللي ساويتيه هلا. كل هالشي بسببك. من قبل ما كان يصير ببيتنا هيك مشاكل، وحتى أنا ما كنت هيك من قبل، بس هلأ بسبب بنت ضياعجية مثلك. لو سمحتي اطلعي. اطلعي أمي.
وينك ليلى؟ أنا ضبيت تياب مسالي المغسولة وحطيتهم هون، لسه قاعدة بالمطبخ لحتى خلص أكلة المحاشي. هلا بنزل باخدهم أختي فخرية، الله يعطيك العافية. بترجاك يا ربي اعطيني القوة لحتى اتحمل. كيف رح اقدر اعيش بهذا البيت؟ يا ربي اعطيني الصبر. ألو؟ لا أختي مليكة، ما في أي مشكلة ابنه، أنا هلأ قاعدة لحالي عشت، قلت لأطلع غير جو شوي. يلا جاي، ما رح طول. وينها؟ لساتها بغرفتها؟ لا، طلعت لبرا يا خانم. منيح انها انقلعت. خلص ما في داعي تهزي بدنك خالتي، خلينا نطلع نحن كمان لبرا ونغير جو. لا جيمري لا، اليوم مزاجي مانو رايق وكتير كمان، مالي خلق اعمل اي شي بنوب. لو سمحتي خالتي لا تخجليني، نروح على الجمعية؟ اللي بدي قلك يا أنه بعد ما رجعوا من حفلة عيد ميلادي وريحان ضربت أمير، معناتها علاقتهم سيئة كتير. وبعد ما تروح ريحان من هون ما رح يضل أمير سبب واحد لحتى يضل زعلان منك. يلا تعالي خلينا نطلع، لو سمحتي لا تخجليني. ايه ماشي. اكيد بشي مكان قريب. عندي ولاد بدي طعميهم، لا تسرقوا. حظك سيء اني طلعت بطريقك. يلا لشوف انقلع من خلقتي.
الله يرضى عليك يا بنتي ويحميكي من كل شر. يسلموا كتير بنتي. انتي سيفيل خانم مو هيك؟ صدقيني خالتي جاهدة، وجبة الغداء بالجمعية هلأ رح تخلينا ننسى كل المشاكل. استنيني اجيتك جاهدة خانم، رح نبلش. شو عم يساوي هالمجنون؟ زلي من السيارة. شو عم تساوي؟ يلا زلي بعيد المسدس. استنى اسمعني شوي، اذا بدك مصاري بعطيك قد ما بدك، بس اتركني. كان لازم تعملي هالشي من الاول، بس ما سمعتي كلمتي. امشي ساعديني، لا تتركيني هيك. حركي بعد عني، ساعدوني، حدا يساعدني، بعد عني، لك اتركني، ساعدوني، بعد عني هيك. شو عم تساوي؟ تحركي يلا. شو عم تساوي؟ اتركها، بعد عنا هيك، بعد. تعيدي هون، بعد. خلصيني مشان تعرفي تتدخلي بشي ما بيخصك. حاجة عيطي ليه وطلعي بالسيارة؟ خلصيني بقى يلا. تركني، رح نلتقي جاهدة خانم وعن قريب كتير، ورح خلصيني اطلعي. بترجعك بعيد عني، ساعدوني يا ناس، ساعدونا، ما حدا عم يسمعني. اتركي اوران، لا تروحي، اتركي، واقف على رجلكم، ساعدوني، حدا يساعدني، سكوني حتى رحت يا حقير، ساعدوني. خلص بقى خرسي، ما عاد فيك تهربي. شو ما عملتي ما عاد فيك بنوب. بعد عني، بعد، خلص بعد عني. الله يلعنك يا حقير، وين رحت واخدت معك؟ انت منيحة خالة جاهدة؟ ما عم اقدر صدق اللي صار من شوي. الشرطة، رح خبر الشرطة. جمري شو جنيتي؟ لا تخبريهم، بلاها الشرطة. خالتي هذا الوسخ خطف ريحان، وإذا عطيناهم مواصفات السيارة أكيد رح يقدروا يسكوا. جمري تعرفي شو بيصير فينا إذا مسك هداك الوسخ؟ شو؟ بس رح ننكشف هيك؟ ما لازم حدا يعرف بنوم، ما لازم حدا يعرف، عم تفهمي جمري؟ اسمك سيفيل شي؟ وليش عم تسألي؟ أنا بكون مربية مسال ليلى، وأجيت لهون لحتى أحكي معك مشانها، وما عندي نية سيئة بنوب. سيفيل بتكون رفيقتي القديمة، سكننا سوا لفترة، بس هلأ ما عاد موجودة هون. يا ترى بتعرفي وين أراضيها هلأ؟ وليش أنت يلي إجيتي لحتى تحكي معها بهالقصة؟ وين أبوها للبنت؟ بصراحة ما بعرف كيف بدي أشرح لك، بس خلينا نقول إنه هو مو كتير بيحب تنفتح المواضيع القديمة. ما فيني خبرك عن مكانها. دقيقة ليكي، طالما قعدتي مع سيفيل خانم لفترة طويلة أكيد بتعرفي سبب انفصالها عن أبو البنت، مزبوط؟ ليكي لازم أحكي مع الموضوع ضروري. هالموضوع له علاقة بصحة البنت، ولهيك لازم أحكي مع أمها بأي طريقة. لو سمحتي إذا كنتي بتعرفي وين مكانها هلأ قليلي عليه، كرمال ما صار. هلأ ما رح تلاقيها بالبيت، روحي المسها. لا تقولي إنه أنا اللي عطيتك العنوان تبعها. ما بعرف شو بدي إلا كان جد شكراً كتير، أنتي عملتي معي معروف ما رح أنسى لك ياه.
بس انتبهي، سيفيل ما بتشبه حدا وما رح تطلع مثل مالك متوقعة. هي سيئة كتير بتعاملها مع الناس وخصوصية اللي ما بتعرفهم. خليني أشوف كيف رح أتعامل معها. لازم أرجع على البيت قبل ما أنكشف، والمسا برجع بكمل. ساعدوني بترجاكم، تعالوا ساعدوني. خلاص بقى بكفي، خرسي بقى خرسي. وقف السيارة، وقف ولا رح زد حالي منها. عملك وقف، ساعدوني. خلاص خرسي بقى، ساعدوني. لا تعزمي حالك، هذا الباب ما رح يفتح، ولهيك اهدي أحسن لك. بموت وما بخليك تاخذني. وقف السيارة عملك، وقفها، ساعدوني. لك خرسي بقى، خرسي ولا خلص، وإلا بقوص عليكي. واضح إنه التعامل بالحسنى ما جاب نتيجة. حكيتك كتير بس ما فهمتي. بعد عني، بعد هيك، يلا بعد. إذا رح تصفون منلعب شطرنج؟ عم فكر على شو مستعجل. رح انهي لك الجيم. هذا مانو بيتي أبدا، لأنه المكان اللي بنحكى فيه على شرف المرة شو ما صار مستحيل يكون بيتها. هذا المكان بالنسبة لي هو السجن يلي مجبورة أعيش فيه حياتي. أحياناً أكبر غلط بيرتكبه الشخص بيكون أكبر سعادة لإله بحياته. أوعك تحكي مع الناس بتكبر. هالنصيحة كتير مهمة يا جيري، الأيام هيك علمتني. شو لازم أعمل؟ غرورك هذا ما عاد ينطق، بالذات من وحدة اجت ركض لعندي لحتى تطلب الزواج مني. ما رح تسامحني. اللي بشو صفنان؟ ولا شي. إذا مو عارفان شو تضرب أنا بعلمك. خلص ولوت حاك شوي، يلا صار دورك روح لعب. هيك هيك رح أغلبك.
خلينا نكمل بعدين. على عيني. خليني ساوي 2 اسبريسو. حاسك مو مصحصح لسه. والله يا ريت. تفضلي. عن جد كنت كتير مشتاقة لقهوتك فخرية. سلم إيديكي. لا العفو، بكفي إنها تعجبك، ولما تحبي بعيوني بساوي لك ياها. صحة وعافية. إمتى بتفيق مسال؟ من شوي نامت. إذا هيك رح أجي مرة تانية، وقت بشوفها عم تتحسن بفرح من كل قلبي. وهالشي كله بفضلك، ومعروفك هاد ما رح انساه. شو اللي عم تقوله؟ مسال مثل بنتي كمان. بصراحة في موضوع تاني حابب إني استشيرك فيه هلأ. المشي بالنوم. المشي بالنوم؟ ايه، بعرف إنه ماله اختصاصك. صح، مانو اختصاصي، بس بحكي لك عنه شغلات بتفيدك، لأنه أمي كانت تمشي وهي نايمة. من أنا وصغيرة مرق علي شغلات، في منها بتضحك وفي منها بتزعل. معناتها سألت الشخص الصح. مين عم يمشي بنومه؟ رفيقتي، وصار لفترة منيحة على هي الحالة. هالشي ما إله علاج واضح، وحتى ما إله دواء معين، يعني فيك تعتبره مرض نفسي، وبيعتمد كتير على محيط الشخص. مثلا فقدان شخص عزيز بفترة الطفولة، قلق طول الوقت، توتر، انعدام بالثقة، هاي الأسباب أو واحد منها ممكن يخلي الواحد يمشي بنومه. وقت الشخص يكون عم يمشي بنومه بيقدر يعمل أي شيء، وحتى الشغلات اللي ما بيقدر يعملها وهو صاحي. يعني إذا حدا ما بيعرف يسوق سيارة بصير يعرف يسوقها، وبيقدر يرسم وحتى ينحت. ممكن تصير شغلات سيئة، في عالم ممكن تأذي حالها وهي ماشية بنومها، ممكن ينتحروا، وفي منهم ممكن يرتكبوا جرائم كمان. قلتي جرائم؟ أساساً هاي الحالات كانت نادرة كتير، ما في داعي تقلق. وبلكي أذت مسال؟ لا مستحيل، هي ضحت بحالة مشان تحميها. كأنه اللي قلت لك يا زعجك، مو هيك؟ لا. طيب شو احتمال يطيب الشخص؟ مثل ما قلت لك، المشي بالنوم هو عبارة عن مرض نفسي. إذا حسوا حالهم إنهم عايشين بأمان رح يقدروا يواجهوا هالمرض ويتعافوا. يتعافى نهائيا؟ يعني إذا حس بالأمان، وإذا قدر بشي طريقة يلاقي الشغلات اللي بيحبها، ليش لا؟ ممكن وقتها يتعافى. بتمنى أكون ساعدتك. شكراً كتير لألك. إيه؟ وين هلأ مربيتنا العظيمة؟ ما شفتها من وقت إجيت. بظن إنها طلعت. على فكرة هالبنت كتير مختلفة، يعني مع تأثيرها الإيجابي على مسال هي دربت حالها كتير منيح. بس ما درست هالشي. إيه؟ وهذا اللي فاجأني. مثلاً إذا قارنتها بالطلاب اللي عم درسهم هلأ، أكيد بتتفوق عليهم، وتركيزها عالي كتير. بهي معك حق. شكلك بتعرفها منيح. لا، أنا من جديد بعرفها، بس اللي عملته مشان مسال كان مهم، ومهم كتير. عن جد هاي البنت مختلفة، ما بتشبه البنات اللي عرفتهم من قبل. صحيح، أنت كيف تعرفت على ليلى؟ إجت من مكتب المربيات؟ بابا! مسال! بنتي! بداية تعارفي بليلى كان بالصدفة وبدون أي تخطيط. معناتها لازم تحمد ربك على هاي الصدفة كتير. ليلى سبب مهم لتحسن حالة مسال. صب لك كمان؟ واضح لسه ما صحصحت. لا، بكفي اللي شربته، خليني امشي. خليك بتروح بعد شوي. حاسس فيك وبعرف بدك تحل الموضوع، بس انا ما قدرت انجح بهالشي. معناتها لازم توقف وانسى القصة، واعطي ريحان وقت لحتى تفكر. إذا مو عارفان شو رح تساوي، أحسن لك إنك تستنى. إذا ما قدرت تصلح الوضع، على القليلة ما أعمل مشكلة جديدة،
مظبوط. ايه صح. بهالحالة أنا صار لازم أمشي. هذا أوكان رح يسأل عن الموتور تبعك. معقول لهلأ ما عم ينسى القصة؟ عم يتصل من فترة، ما قلت لك حاكي؟ شو أخبارك زفار؟ بخير، وأنت؟ شو كأنك اشتقت لي؟ وليش لحتى اشتاق لك يعني؟ تعرف سبب اتصالي؟ حكيت مع أمير؟ لا تتعبني على الفاضي، أمير مستحيل يبيع موتوره أبدا. طيب حاكي، ورح أعطيه المبلغ اللي بده إياه شو ما كان. شيك مفتوح، شو قلت؟ ابني أنت بخير؟ إذا هيك اشتري غير هاد، وما في مشكلة بالمصاري بنوب. يعني بدي أرجع أشرح لك، أنا بدي هذا الموتور، احكي مع عمير وخبرني. طيب ماشي بشوفك. صحي لا تنسى، خليك عم تصرعني. مستحيل بيعه إياه، لأنه مميز. يلا رح روح بشوفك. انزلي. شو هاد المكان؟ خلصيني انزلي، خلصيني انزلي، لا تعصبيني ولا بعد عني، لا تلمسني. انزلي بقى، لا تلمسني، بعد عني هيك، لا تلمسني، اتركي ايدي. لو خلصيني حاجة عياط، امشي قدامي. ساعدوني يا ناس، ساعدوني، اتحركي، اتحركي بقى. الله يخليك خليني روح، بترجاك. برأيي لازم تدعي هلأ لحماتك جاهدة خانهم، لأنه إذا ما جابت لي المصاري ما راح تشوفي القصر. تحركي، بترجاك. أكيد راح يطلب مصاري، شو رح يكون بده شي تاني؟ ايه أكيد رح يطلب مصاري، أساساً هو اتمادى لهي الدرجة لأني ما عطيته يلي بده إياه. يلعنه، شو قليل شرف. لا وعم يطلب مصاري كتير، ما بعرف من وين بدي أمله إياها بدون ما يعرف حكمة. ما عنا حل تاني غير نتصل بالشرطة ويمسكو. مشان الله لا بقى تعيدي هذا الكلام مرة تانية، ما فينا نخبرهم أبداً. رح حاول دبر المصاري. إذا عطيتي المصاري بجوز ما يتغير الوضع أبداً. أصلاً شو بيعرفنا أنه ما رح يأذي ريحان؟ يعني هالزلمة مجنون وممكن يعمل كل شي. يعني هلأ ما عنا موضوع تاني أهم من ريحان برأيك؟ إذا أورال ما أخذ المصاري اللي بده إياها، وقتها أكيد لعبتنا رح تنكشف قدام الكل. يا ترى عرفاني حجم المشكلة اللي واقعين فيها؟ يعني ما بدي تفهميني غلط، بس أنا ما عملت اتفاق معه بنو؟ قصدك أنت اللي رح تنكشفي؟ باين نهاية هاي القصة مو منيحة. لا تنسي هذا الموضوع ما رح تقدري تحليه لحالك، ولهالسبب لازم نخبر الشرطة. رح حاول لاقي حل، حاولي توثقي فيني على القليلة مثل قبل. إذا ما انك ناوية تتصلي بالشرطة، أنا ما عاد فيني اتدخل بهذا الموضوع أكتر خالتي، ممكن يصير شي وما فيني خاطر بحالي. جيمري، باللحظة يلي احتجت فيها تكوني واقفة جنبي. أمي وين ريحان اليوم؟ من الصبح ما شفتها بالبيت وتليفونها مسكر. شو شايفتيني ناطرتها سونا؟ أنا شو دخلني وين بتروح؟ عن إذنكم لازم روح، في عندي مشوار ضروري. مع السلامة. شوفك حبيبتي. شبهها جيمري راحت فجأة كأنها عاملة شي. كنتي اسأليها وارتاحي. طالعة ارتاح بغرفتي. ليكي بدفنك بأرضك،
شيليها من ايدك بسرعة. ما بيهمني، بموت وما بخليك تلمسني. موتي لكن مو مهم. زتية وليه؟ زتية؟ عادي عادي. إذا بترجعي بتعيديها صدقيني لحط رصاصة بنص راسك. ادعي لربك إنك بنت حلوة، وإلا صدقيني كنت خربطت غراض وشك كلها. ما عم تزبط معي. ليش هيك؟ صار موديلة مثل السرة. هالجاكيت كتير بحبه. مثل ما قلت لك، المشي بالنوم هو عبارة عن مرض نفسي. إذا حسوا حالهم إنهم عايشين بأمان رح يقدروا يواجهوا هالمرض ويتعافوا. يتعافى نهائيا؟ يعني إذا حس بالأمان وإذا قدر بشي طريقة يلاقي الشغلات اللي بيحبها، ليش لا؟ ما عم يزبط، ما عم يزبط، وحتى الخياط ما قدر يساويه كمان. بعت ذهباتي وسحبت مصاري كلها من البنك، وقتها أكيد رح أقدر جمع له المصاري لهالوسخ، وهيك ما رح يعرف حكمة هذا الحل المناسب. هو خبرني شو بده ولهيك ما اتصل. ناطرني اتصل فيه. ماشي. شو هاد؟ من الرقم ومعاودته الاتصال. كيف يعني الرقم مانو مستخدم؟ ما فهمت. لك هذا الوسخ لاغي رقمه. إذا حماتك قررت تتصرف بشكل غبي وتروح تخبر الشرطة بتكون عزبت حالها على الفاضي. مو بهي السهولة بيمسك أورال. إذا ما جابت لك المصاري وقتها أنا ما بعرف. خليني أفكر. أكيد ما رح تدفع لك مشان تخلص مني. بس أنا ما عملت لك أي شيء، بترجاك تركني روح. بتصيري أحلى بكتير لما تكوني عم تبكي. لا تخافي،
ما رح ألمس شعرة منك لأستلم المصاري. بترجاك ساعدني، بترجاك ساعدني يا رب، بترجاك ساعدني. هذا شو عم يحاول يساوي؟ شو أعمل؟ تليفونه مسكر. حكمت أمير، أمير رح يعرف إنه ريحان مانا بالبيت وقت يرجع. لا أنا انتهيت. جبت لك القهوة يا خانو. مين طلب منك تساوي قهوة؟ يعني بالعادة بتشربيها بهالوقت ولهيك ساويتها. ولساتك عم تحكي لهلا؟ أنا آسفة، يمكن فهمت غلط. سكتي، نلعي من وشي. أمي؟ أمير أهلا وسهلا ابني. شوفي ليش معصبة لهالدرجة؟ من ورا نيجار والقصص اللي بتساويها. انسى، كأنك راجع بكير اليوم. شو ما عندك شغل؟ خلصت بكير وكان في اجتماع والتغى. طيب ليش ما رحت واجتمعت برفقاتك؟ معقول تضل قاعد بالبيت؟ ليش حاسس انك عم تحاولي تطلعيني من البيت؟ شو هذا اللي عم تقوله ابني؟ شو ما عم قول اليوم الكل عم يفهمني غلط، شو بدي أعمل بحالي يعني؟ واضح إنه أعصابك تعبانة كتير أمي. روحي ارتاحي، رايح على غرفتي. بعد شوي رح يعرف إنه ريحة مانا بالبيت. شو بدي أقول له وقت بده يجي ويسألني؟ يا ربي بترجاك ساعدني. هالشي ما إله علاج واضح، وحتى ما إله دواء معين، يعني فيك تعتبره مرض نفسي وبيعتمد كتير على محيط الشخص. مثلاً فقدان شخص عزيز بفترة الطفولة، قلق طول الوقت، توتر، انعدام بالثقة. ليش متوتر بيك عم يطلع فيني بهالطريقة؟ لا يكون عارف إني رحت لعن مرته السابقة. شو بدي أعمل بحالي؟ إن شاء الله ما يكون عارف. متأكدة هي المرة رح ينتفني تنتيف. أوه، واضح إنه مزاجكم رايق على الآخر، عن جد برافو. شو ما سال؟ بنتي الحلوة ما جاعت لسه؟ والله بالنسبة لإلي جوعانة كتير. شوفي على الغداء عملتلكن أكلة طيبة كتير وبتحبوها. طيبة ومنحبها؟ بامية مع لحمة مفرومة، ما سال بتحبها كتير. بامية؟ تعرفي فكرتك قلتي بيتزا. هداك اليوم كانت جارتنا عم تطبخ بامية بس حطت جواتها جزر. ايه جزر مع البامية؟ ايه، لو بتعرفي قديش بتطلع طيبة وفوائدها كتير كبيرة، وقد ما عديت لك اياها ما بتخلص. بصراحة هي أول مرة بسمع إنه بيحطوا جزر بالبامية. بهذا اليوم رح تاكلوا بامية على أصولها من تحت إيدين فخرية، تاكلوا وبتحكموا. هلأ أكلتيها تمام يا ليلى. هاي النظرات أنا بعرف شو اللي وراها كتير منيح. أكيد عرف إني رحت. شو حبيبتي؟ لا تخافي يا قلبي، الكبار بيحكوا مع حالهم هيك على طول. تعرفي شو لازم تساوي؟ احكي أنتي وحالك. بابا 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 انتي جوا؟ اه
أهلا وسهلا ابني. أهلا فيك يا أختي مليكة. كنت بدي أسألك، شفتي شي؟ قصدي ريحان؟ نزلت تتمشى شوي على الشط، بدها تغير جو.